صباح الخير. اليوم البارح ناس فهاد الشومبر هادي تلاقيت العساس اللي خدام هنايا هو يجيبني لهاد البلاصة هادي، قال لي الا بغيتي تنعس هنا يا نعس هنا. تلاقيته في المسجد. هو فين كيسقي؟ مازال خصني نطيب الفطور، بعدا خصني نخرج من هنا، بعدا نخوي لي هاد البلاصة هادي ونمشي نطيب الفطور. واحد النزلة تقريبا دابا شي 10 كيلومتر ولا 8، نازل 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 دابا مع الطايف ومكة المكرمة. فجاو نازلين يعني ما جاوش عاليين، يعني جات مثلا الطايف جات وقع في شي 1000 متر يمكن، والمدينة ومكة غتكون جات في شي 400 ولا 600 هكا غالبا، يعني جاو محضورين. فما كاين غير نزول من الباحة، فأنا جاي من الجبال نازل تحت يعني، فكما كتشوفوا نزول 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 نزول، راهم الجبال اللي جيت من وراهم القرودة، راهم هربانين. أشنو سميتهم هاد؟ والجو عيان هاد اليومين هادي الصراحة. فهاد المنطقة ديال الباحة فأحسن وقيتها مثلا لو جيت في الصيف كتكون عامرة بزاف، فالناس من المناطق في السعودية كاملة كيجيو لها، لأن في الصيف كتكون مبردة بحال قلتي هنايا مارتيل و يعني والمناطق ديال الشمال في المغرب. فهي هاد الجهة ديال الجبال هنايا عندك الباحة أبها يعني جنوب السعودية، فكيجيو ليه الناس كيكون بارد لأنه فيه الجبال. هذيك الحديقة اللي بتفاق لو كان جيت في الصيف راه 5 الصباح وتلقى عامرة، بيكونوا دايرين فيها مثلا مهرجانات مثلا ديال الدراري الصغار، مثلا المسرح هادي فيها بزاف ديال القاعات تما. هذيك الحديقة كبيرة. واحد طلع فين كاينة عند هذاك الريزو، كاين اغلبية نزول. شو الريح، الريح بزاف. دابا انا في واحد ستاسيون في واحد المنطقه سميتها الغزايل. دابا انا في المنطقه ديال مكه، يعني في الريجيون ديال مكه. مكه مازال لها تقريبا شي 200 كيلومتر، فاليوم ضربت تقريبا شي 120 كيلومتر، اليوم ضربت الطريق بقات لي بزاف، باقي لي يومين ان شاء الله ونوصل لمكه. فدابا ما كاين بيدالي بيدالي حسن مكه ان شاء الله تعالى. باقي لي يومين، باقي لي تقريبا 200 100 تنضرب 100 قلت طايف، ومن طايف عاوتاني نهار الاخر حسن مكة ان شاء الله. نشرب واحد القهوة دابا، قهوة كحلة. فهنا كاع ستاسيونات عندهم كتلقى واحد بحال الكيوسك راهو في الدو كيسني كيصايبو القهوة، ولكن ما قهوة ما والو بكل صدق. الله ما نكذب عليكم، القهوة هي المغرب. شتي تا كنشدها راه كنصايبها أنا أحسن منهم. هاد القهوة هما بالبريسا وما تا شنو، والله كيصايبو عيان. ما ما معرفتش علاش زعما كيستعملو البريسا. إسبريسو دابا، هادي إسبريسو كيعمرها ليك حتى لهنا، والكاس راه كبير. شو الكاس قداش يعني، ماشي هادوك كتير في المغرب. في المغرب راه كيدير ليك كاس قد هكا إسبريسو، ولكن راه قهوة هادشي كتشربها دماغك كيفاق صح. وخا الليل دابا انا ما عنديش مشكل نشربها بالليل كنعس يعني، واخا نشرب حتى جوج دابا ولا هادشي. والقهوة دابا هادي يعني والو غير الماء والزغاريت ب 22 درهم وعيانة. والله إلا تا كنقول ما نبقاش نشريها، وكنوصل وكيبان لي وكناخدها. فهاديك القهوة العربية أحسن من هادي الصراحة، ولكن كتبقى ديال الطاليان ديال المغرب هي الناضي الصراحه، هي الطاف. ما خليت فين نشرب القهوه في كاع الدول اللي دزت منهم والو. المغرب هو الصراحه كيصرعوا القهوه. انا دابا في واحد المدينه سميتها يا اما قيه يا اما قيه، ما عرفتش كيفاش تنطقوها هما. المدينه تكون كبيره شويه، ماشي
يعني ماشي شي مدينة صغيرة. حتى الله ما شعرت اليوم راه ضارب شي 150 انا معك 140 الله ما شعرت كيفاش توصلت هنا والو ما كان حس لا بعيالة والو كتبان لي مكة مازال لها معك شحال شي 150 والله 150 160 هكا يعني بعد غدا نكون في مكة ان شاء الله. هذه هي قية هدف الابطال الرياضي شاورما فن نشوفوا فيلم كتاب لنا الباشا اليوم غالبا شي حديقة مدن كاملين فيهم الحدائق حدائق صراحة ناضين عندهم هنا ديال الخيمة صراحة دير فيها الخيمة وتنعس شارع كامل محلات هنايا شارع طويل هنا في هاد المدينة ديال القيق ما لقيت صراحة شي زردق كاين واحد لا في الخرجة شي 8 كيلومتر هكاك وغادي نلقاها مزيانة جات في الخرجة ديال المدينة جات معزولة بوحدها غتكون مخيرة هنا السعودية تبارك الله المساجد راه كثير كل درب هذه غادي مع الشارع ما كاين الدور كل درب فيه جامع واخا غتلقى كيصليو فيه الناس قلال كل درب فيه جامع يعني مثلا كل صف او جوج صفوفه ديال الدور تلقى خارج الجامع فانا لقيت الطريق هذه داخله شويه ولكن الطريق الاخر من الجهه الاخرى راهي فين كاين دوك البالي هذيك هي الطريق الرئيسية هاي وصلت الحديقة ترى حديقة نادية كومبينغ بالفلوس وما تلقاش داير بحال هكا والله شا أغلبية ما تلقاهمش دايرين بحال هكا النقا طبيلات كريسيات هاي جات قريبة الشارع باش غتنعس يكون صداع ولكن بالليل غينقص شوية مع هذه الطريق غادي حتى للطائف يعني لمكة هنا كاينين كنظن التواليطات فهنا ما كاينش البرد بزاف دابا نزلت حتى في مكة ان شاء الله ما غاديش يكون غيكون الجو مزيان خصني دابا نريح واحد شوية مع كاينين الناس دابا شوية غتخوى القضية وغادي ندير الخيمة ان شاء الله غنختار شي موقع يكون استراتيجي ما كاينش البرد بعدا هنايا كل ريح لا والو يعني فهمت مولف البارح الريح بزاف البارح والله ما تقدرت نعس البارح زعما الا ما كانتش بلاصه تخبى فيها ما تقدرش كان يلاه نقص اليوم شي الشمس ندورو على الجزائري انا دابا في ميقات وادي محرم يعني من بعد جوج كيلومتر يعني الناس اللي كتبغي دير عمره خاصها تحرم من هذه البلاصه هذه فانا كما كتعرفوا يعني بيكالا ما نقدرش نحرم دابا يعني غتخصك تلبس هذاك الثوب الابيض وما يجيش لي انا نلبسو ونمشي بيكالا حتى غادي نوصل لمكه من بعد وغادي نرجع يعني من بعد نهار ولا يومين ونبغي ندير عمره ونرجع نحرم من هذه البلاصه ونعاود نرجع لمكه فهذه الميقات هي الاماكن اللي حددها الرسول عليه الصلاه والسلام دابا هما راه كاين شحال من ميقات راه كاين ديال هذا ديال الطائف هذا انا دابا يلا خرجت من مدينه الطائف فاليوم راني ضربت تقريبا اكثر من 60 كيلومتر تكون شي 70 دابا فراه خليت الطائف من ورايا فهاد المنطقه زوينه الصراحه والجو زوين انا دابا في الريجيون ديال مكه مكه ما بقاش عليها بزاف باقي لها شي ربما شي 80 كيلومتر هكاك ولا 70 غتكون شي كذا 80 يمكن كل بلاد مثلا المغاربه واقيلا كيحرموا من هذا وادي محرم كنظن بحال المصريين واقيلا كيحرموا من شي بلاصه جهه جده واقيلا ديال العراق كيحرموا واقيلا ما عرفتش من البلاصه ممكن شي خمسه ديال يعني الميقات ولا خمسه الميقات يعني وكل بلاد وفين كتحرم يعني ما عرفتش واش هادشي مازال لحد الان المهم هادشي اللي كان وكنظن اللي باقي
كنظن ان هذا هو الميقات اللي كيحرم منه المغاربه، يعني كاين قدام واحد 2 كيلومتر وغادي نلقاوه. هذا هو الباب ديال الميقات، ها هي شنو كاتبين تما، ميقات قرن المنازل وادي المحرم. وهذا كتدخل هنا كاينين الدوشات وكل شيء هنايا، ولكن انا خصنا ندواش ونحسن وفهمت يعني ايه. وبيكالا ما كاينش كيفاش غادي تبيض عليه وانت لابس يعني الثوب بحال هاد السيد هذا، ما كاينش غير يبقى يطيح ليك فهمت يعني. واحد الجو ولا دابا يا سلام، شي دبابة الجو فريس. هذا هو الديكور من الجهة الأخرى كيطل على جبال منطقة مكة، عارفش شنو سميت هاد الجبال صراحة. فهذه منطقة كنظن الله هو اللي جعلها يعني ميقات، مثلا منها غادي تحرم، ولكن الرسول اللي حدد يعني هاد، وانا اللي وصل الميساج بان هاد البلاصة هي اللي غادي تحرم منها. دابا مع العشية، دابا 4:30، بنادم قليل واقع على داك الشهادات. فالعمرة دغيا تقدر ديرها غير في 3 سوايع يعني بالخف. هذا هو محل التقوى. فاش غادي نبغي نحرم غادي ندير العمرة خصنا نجي هنايا لهاد البلاصة هادي. أنا دابا في واحد المنطقة سميتها الهدى، ومبقاش ليا بزاف لمكة، أنا بغيت نوصل ليوم ونوصل ليوم بالليل. دابا ديجا بدات كطيح الظلمة، كيبان ليا الجو بحال كاين الشتا في مكة دابا، سوا ديك الجهة تما كيبان ليك جو مغمم الجهة ديال مكة. فكاينة غير النزلة حتى لمكة، كاينة تقريبا شي 70 كيلومتر هكاك، نزلة وحدة تقريبا ما تفيض عليهش كاع واقع على كيبان ليه. أنا دابا السلام عليكم، لأن دابا أنايا في 1900 متر، يعني غنزل حتى شي 200 صافي، دابا مبقات حتى طلعة دابا. السلام عليكم بخير. عرفت شنو قال يمنيين هادوك وقال هادو الدرابوات ديال دول الخليج، دول التعاون وقال ولا ما شنو تيقولوا لهم. كاين النزلة حتى مكة ان شاء الله هي اللي غنجلس فيها غنرتاح فيها، حتى ما وقفتش من الرياض. تخيل معايا دابا شحال من كيلومتر، دابا غادي 1350 كيلومتر، غدا غتولي 1400 وشي حاجة، يعني ضربتها ما وقفتش حتى نهار، يعني نهار على نهار بيكالا نهار على نهار، يعني غندير واحد ستوب في مكة إن شاء الله في أحسن بلاصة ممكن الواحد يدير فيها ستوب في هذيك الساعة. نشوف نريح شي 6 أيام ولا أسبوع، ومن بعد إن شاء الله غادي نكمل المدينة المنورة. الطرق تبارك الله عندهم هنايا زوينه كامله ورود واشجار حتى لمكه وقيله. هاد الطريق من طايف، فالمدينه ديال طايف كبيره وقال سموها الطايف على اساس كانوا كيدوزوا من الطواف، يعني الناس اللي غيطوفوا كانوا تيجيو من تما، يعني الطايف يعني اللي غادي يطوف يعني الطايف. كاملة الطريق تقريبا كتدخل اي في طايف هنايا كاملة غادية بالخضورة بهكا والاشجار والنقاق بحال الرباط، فكرتني في الرباط الطريق هاي. الرباط تعيدي راه بحال هكا كاملة غازو واشجار. فمن هنا تبدأ النزلة، من هنا كتبدا السعادة، ما كاين غير النزلة. شي 65 كيلومتر، أنا ما عرفتش شحال بعدا 30 كيلومتر ديال النزلة كاينة،
شو واحد الجو كاين لها كيتبان لك الحموريه وكيبان لك بحال بحال الغمام ولا شي حاجه. الجو ماشي هو هذاك. دبابه من لها في واحد الجبل، فكنظن الا غتكون الشتاء في مكه هاد الايام والجو تيكون واعر فاش كتكون الشتاء في مكه كتكون القضيه زوينه. هنا كاينين واحد الفيراجات هنايا بحال داكشي ديال تيزدرين، كاينين واحد الفيراجات كامله نزله دابا هنايا. حتى والله الا فيا العطش كاع ما وقفتش، بغيت نشرب الماء ما بقاش عندي. نسيت ما عمرتوش دابا خصني نوقف شي بلاصه ما عرفتش شنو كاين هنا، نشوف شنو كاين هنا. شو القرود ها هما، ها واحد القرد، ها واحد الديكور نادي. قرودة كتار هنا، شو 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 بلاصة كاملة قرودة هنا. واحد الكلب عاس عليهم. على ديكور كبير ممكن. شو الطريق لتحت، عاجي لتحت ما شنو هذاك الشيء تما لتحت. هذه الطريق كتبان لك بعيدة، شو لتحت لتحت راهي. وتما ما عرفت شنو كاين، كيبان لك واحد الجو مع شي مع الغروب، واحد الديكور زوين. طريق في النازلة، راهي في النازلة. درت دوميتور ورجعت. انا العطش خاصني الماء وشي لعيبة نقصيها ونريح واحد شوية، عاد نشوف هذيك الساعة شنو ندير، واش ندير الخيمة في شي بلاصة ولا نكمل الطريق ولا هنا فين غادي يبان. نريحو بعدا ونشربو شي اتاي. فول تونس باكستاني، نشوفو شنو عنده. فخديت هذا التميس، هذا سميتو كيقولوا لي بصارة فول، تيقولوا لي الفول هنا بحال ديال المصريين، فول مدمس وقال ديال البرد. عاوتاني عزيز حتى كنزل لتحت كنعاود نطلع عاوتاني. هاد المحل ديال الباكستانيين وقال، هذا هو الفول، هذا هو التميس بزنجلان مكتوبة فيه، دار واحد الوريقة تميس السمن، ورا السمن عندهم هو هذا عند الباكستانيين، هو هذا هو السمسم يعني هو الزنجلان. وهذا أتاي كيطيبو هذا قدامك، يعني أنت كتجي كتقول لي وحدك كيطيبها لك، ماشي كيجيبها لك باردة. بسم الله. هاد الفول هذا ديالهم قريب شويه البصارة، بحال البصارة. هو اللي خدام في هاد البرد هذا نيت. مثلا هاد الشيء كامل، هادي بجوج دريال، هادي بجوج دريال، هادي بجوج دريال، على تقول لي 6 12 6 تقول لي 18 درهم هاد الثلاثه. جيت لهدا عند البلاصه اللي كنت فيها سميتها لهدا، ففاش كنت وصلت لهاد البلاصه نيت هي اللي كنت وصلت لها قويله فين حبست وقلت لكم غنرجع، ما زدتش معايا الماء فرجعت قصيت واحد، المهم فرجعت كليت هذاك الفول وهذاك الشيء وعمرت الماء وجلست تما شي ثلاثه سوايع. ودابا رجعت دابا راه شي 10 د الليل، ان شاء الله غادي ننزل بعد هاد النزله، هادي الطريق ديال مكه هنايا. فكما كتشوفوا راه مكه كتبان لينا من هنا، راه واحد الضو تمايا، راه الهيم اللي هذا هذا هنايا وقع على هذه مكه. المهم ماشي هي هذه، لا لا راه هي راه كتبان من هنا، راه من هنا كيبان هذاك برج الساعه
قال لي البوليسيك فرا البوليس اصلا ما خلونيش نمشي شحال وانا معاهم كيقول لي غنجيبوا لك طوموبيل وغتنزلك حتى لتحت هي الطريق راه خطر قال لهم لا غنمشي بالبيكالا الله يلا شحال هو مقعد السيد مسكين والله العظيم البوليس عندهم الى الله عمر هذا كي فهمتي كيتعاملوا مزيان صراحه باحترام وكل شيء فهمتي فقال لي اشعل الضوء في الاول وقال لي تسنى نعيط للقائد كذا ديالي نشوفو فهمتي باش يحيد عليه المسؤوليه وكاع شو الطريق فين كتبان شو الطريق هي هادشي راه بعيد راه الناس ما تمشحش ف دير الدوخه من هنا الا كتشوف فيها كتجيك الدوخه الا كان الطريق بحال هكا فهاد الخط هذا هادي زهره عادي فهمتي والله بنادم اصلا شو الطوموبيلات كيدوزو بعاد عليك يعني ديزا ميسرة فغنزل عاتي كاين البرد في هذا اكثر منطقه حسيت بها بالبرد هي هنا تقريبا شي 2000 متر فغنزل انا 1500 متر تقريبا يعني نزول اللي غنزل يعني مكه جات وقال في شي 300 متر هكا ولا شي حاجه بحال هكا يعني كنزول هاك شي 50 كيلومتر صراحه متحمس باش نوصل لمكه نضربها بالليل ولكن ما غندخلش ليها دابا بالليل ما غادي ننزل مع هاد النزله بعدا حتى غادي نوصل يعني لتحت فحتى غادي نوصل لتحت غيكون الجو شويه مزيان وغادي نبات والنهار الاخر تكون باقي عليا شي 20 نضربها في هذيك الصباحيه بالخف ندخل في الصباح ان شاء الله فكنظن اخطر بلاصه هي هادي تنا بعدا نحيدو هنا كاين واحد القنطرة كبيرة هنا غيكونوا بزاف ديال المغاربة دازو من هنا هاد البلاصة راه يعني أي واحد كيجي يدير كاين الإحرام في الطايف في جهة الطايف فكيدوز من هاد الطريق هادي كاين واحد القنطرة هنايا جا في الله دزت منها خاوية شاعل الدلور سارة دير البول اللور ضروري إلا ما كانتش هذيك راه ما تمشيش في الطريق هاي ما أصلا البوليس ما خلونيش نمشي على قبل هاد القضية ديال الدق فهمتي يعني قال لي دير الضو أنا كنت مازال في المدينة مازال ما شعلتوش هما كيحسبوني غنزل بلا ضو أما الطريق واسعة هانت وكاملة فيها الضو هانت الضو بحال هكا مضوية بحال وسط المدينة كاملة نازلة بالضو راه طريق نيس راه زعما فيراجات نيس يعني بحال هذاك الشكل ديال بحال الشكل ديال تيزنتيشكا تيزنتاست وكثر كاينه وقيلا شي 26 كيلومتر هنا ديال النزله يعني باش غيساليو هاد الفيراجات هادو الطريق متيسعة تبارك الله انت غادي تمشي بها ما شاف مرتاح كاينين بزاف ديال الكلاب غنعطيو الخبز راه ما كاينينش السكان في هاد النزله كامله اش 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 اوجي اوجي كحلت هو ما كيبانش اوجي اوجي تخاف دابا خصك تات الو انزل صاحبي انا طال كلشي ها مساء مضروب في رجليه مسكين كيعرش قاتلو الجوع لا الا قاتلو الجوع شتي مني كلا الخبز خايف فوق واحد الكلب الصباح عطيتو الخبز ما بغاش هذا لحتو ليه هو يبدا يضرب فيه شوف كاسة هذا الله يحفظك هذا غسل جايز غسل جايز هذا بنغالي الدري هذا من بنغلاديش
فكيبيع هنايا كاينين بزاف هنايا في هذا الصف هذا في الطريق ديال مكه كيبيعوا قهوه عربيه. فقهوه عربيه شربت واحده قويله ما كنت ماشي بحال الكحله لما كتفيقش ولا عندي الشاي. اش اسمك؟ انا زهير. زويل زويل سهيل مو سهيل زويل 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 سميتو زويل الدراري دري في العمارة دار عطاني المسخون باش ندير قهوة وصلت لواحد ستاسيون هنايا ستاسيون وفيها بزاف ديال فيها ماكدونالدز فيها واحد عندهم واحد البلاصة ديال الماكلة بحال ماكدونالدز سميتها البيك. صراحة ناضية هي اللي كليت فيها يعني شركة سعودية كنظن هذيك معروفة عندهم هنايا. كاين بزاف ديال المحلات كاين صابواي كاين المهم بحال المهم كاين واحد عجاني بحال الاكوا بارك هنايا كاين عاوتاني واحد الفيلات يمكن هنايا عاوتاني بحال منتجع كبير وفيه ستاسيون وانا جيت حدا بيت الله هنايا حدا المسجد حدا المسجد مكاينش ليه دار معايا الناس اليوم هنا بيت الله هذا السعودية الصراحة ما توحش ليبك اللي كيش لي خسر لك خاطرك فهمش صراحة عمرني ديما الناس في الجرادين ما عمر شي واحد جا عندي قال لي لا أخويا علاش تنعس لينا هنا ولا شي حاجة بالعكس كنا مرحبا. مسجد كبير هذا هنايا فما بقاش لي بزاف على مكة ان شاء الله فمع الصباح غادي ندخل ليها غنفيق نضرب واحد الساعة ونص ساعة ونص غتكون ديال الطريق وصل بكري ان شاء الله. فهاد البلاصة باش مزيانة جات مدرقة جات من ورا كلشي راه من الجهة الاخرى راه كاين سوبر مارشي المهم مرونة تمايا عامرة يعني ما كتخواش الدنيا تمايا فمن هنا اللور مكالمة القادية مع دابا كاين فصل الشتا شتي اما كنت فصل الصيف واخا ما عمرني جيت في الصيف ولكن انا متأكد انها غتلقى البشر كثير فهمتي انا السعودية تلقى الجرادي عامرين تلقى فهمتي الناس خارجين بالليل الناس ما كاينعسو حتى مورا الفجر في الصيف على ما فهمت